وصافي راه هضرنا معاك اصاحبي، انت راه باقي ما سخنتش بلاصتي، انا غادي شويه وغنجيبهم ليها صاحبي. صافي بنادم كيبات كيحلم بالخدمه صاحبي، ما فهمتش انايا. اوف، الشيء الذي نحاول القيام به في الفيسبوك هو مجرد مساعدة الناس على الاتصال والتواصل بشكل أفضل. مارك زوكربيرج، مارك مول الفيسبوك قال لك اسيدي كيعاونونا باش نتواصلوا حنا مع بعضياتنا، حيت حنا ناقصين تواصل. وراك فتنتينا، درتي لينا فتنة. خبارك اخويا، راك حنايا 40 مليون نسبة وكاين 400 مليون شين ديال فيسبوك، فخبارك شكون كيتبع شكون، شكون كيأثر في شكون، الله اعلم. كاين واحد الماركه باغيه يجمع الاعجاب وصافي، باي طريقه يقدر يبارطاجي معاك شي مسائل اللي شخصيه بزاف كيقولها لك انت باش يجمع هو اللي جيم. عنده الابوني تبرر الوسيله، وحاط تفصيل ديال اللوبيا وكاتب عليه من ايد المدام. كي جاتكم المدام كتعرف طيب ولا لا؟ مستوى ما فهمتش باش غنعرف انا واش كتعرف طيب من التصويره. راه ماستر شاف وخصو يذوق اخويا، سمعتيني؟ عطينا نذوقو. وانا كاع عرفت كتعرف طيب، فاش غادي نفيدك انت يا كتعرف طيب ولا ما كتعرفش؟ ما كتعرفش طيب شنو غطلقها؟ صاحبي سيروا قلبوا له. وهذا هذوك لي زانفلونسرز، هذوك المؤثرات، كتمشي كتولد فيما كدير شي لعيبه كتلوح التصاور ديالها، التصويره ديالها هي ولدها، التصويره ديال ولدها، التصويره ديال ما جايبه لها الورد، التصويره ديال الرفيسه كيديروا لي التسبوع، التصويره ديال السبوع، التصويره ديال الخروف جايبينو يذبحوا ليه صاحبي كيكبر، التصويره ديال اول خطوه، التصويره ديال المدرسه، بزاف صاحبي. او وقبل كاع ما تولدوا باللي كتكون يلاه حامله، عرفتي يلاه عندها 4 ايام ديال الحمل، التصويره، التصويره ديال الاسبوع الثاني، التصويره ديال الشهر الرابع. وكنوليو حاسبين لها اكثر من الجينيكولوج. وكيساليو معايا انا شي بروفيلات في فيسبوك، هذوك صحاب اميره بحجابي واميره بعفتي، جميله باخلاقي، خميره بحذائي. كتلقى دايره بروفيل ما فيه لا هويه لا اسميه لا فين ساكنه لا حتى شي لعيبه، وكاتبه الخاص ممنوع، وزير انت يا الخاص ممنوع، الوزير راه كيجاوبنا. اسمح لي والوارا اش كتلقى دايرين دايره في التصاور البروفيل ديالها باللي كتضرب عليها، شنو دايره؟ دايره واحد النوع التصاور، شي تصويره ديال شي وحده دايره الزيف ماشي ديالها ومدرقاها بشي ايموجي، ولا كتلقاها دايره شي خاتم د الزواج، ولا كتلقاها دايره شي لقطه ديال الغروب في البحر، ولا شي تصويره شي وحده الدمعه كتبكي. هاد الماركه هادو كتلقاهم ما عندهمش راي، هاكي بارطاجيو هاكي بارطاجيو البارطاج. وهادي مازال راه شويه وتضرب لي على ديك خيتي اللي كتلقاها كاتبه في البروفيل ديالها حبيبت سيدكم زهير. ياك لالا اسيدنا وسيدك رسول الله، لالا زهير زهير. ويني اللي كيسالي معايا بزاف هو ديك خونا اللي كتلقاه كاتب في البروفيل ديالو الله يجيب اللي تفيقنا الفجر. عرفتي باللي كتضرب انت على لائحه الاصدقاء ديالو في فيسبوك كتلقى عنده غير حبيبه المريوله، نضرب لحمي على حبي، جيني قود لا تجيني معقود، دوك الماركه اللي حتى كيود الفجر عاد كيدخلوا يناسوا هما. واني الغريب في فيسبوك هو داك خونا اللي كيدخل كيكتب لك انا لله وانا اليه راجعون كحله، وما كيكتب لك لا شنو وقع لا شكون مات، وبنادم كيدخل كيكومونتي كيسولو شنو وقع ما كيجاوبش، وكتلقى 36 كومونتير البركه في راسك، كتلقى من وراها 36 جواب ما مشى معاك باس، و142 كومونتير اشنو وقع اخويا ما كيجاوبش عليها. اخويا وقع لكم شي مشكل، كتبت ان لله وانا اليه راجعون، وكتب جدي في ذمه الله ولا عماتي نكونوا عارفين صاحبي، علاش كتشطنا؟ شنو باغي التعاطف ولا شنو؟ وشتي هاد الماركه اللي كيكتب لك جدتي في ذمه الله ولا ابي في، راه هانيه يعني نكتب الفروع ولا الاصول ماتوا هانيه. انا اللي ما كيتفهمش ليا ويدخل ليا راسي هو داك خونا اللي كتلقاه كاتب ابن عماتي خالتي جارتنا في ذمه الله. اخويا هو في ذمه الله وحنا مالنا؟ حنا علاش كتعصبونا؟ اها دقات الساعه الخدمه اخويا مهولينا. واحد القضيه ارحم الوالدين اللي مات ليها الخطره شي واحد، وكتب ان لله وانا اليه راجعون بلا ما تقول لينا، صيفط لينا اللوكاليزاسيون وفين غيكون العشاء.